أهلا بكم أحبتي المشاهدين وحلقة جديدة من قابل للاستئناف الذي يأتيكم كل جمعة الساعة 7 مساء عبر قناة دبليو تي في قناة وطن الفضائية. مثل ما عودناكم كل حلقة نتناول موضوع جديد وقراءة تشريعية جديدة تمس الشارع العراقي بشكل مباشر. موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح يكون حول أحكام المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي لاقى تصعيدا خطيرا في الشارع العراقي. يعني راح نشوف يوم واحد واحد مثل ما سمعنا عن تظاهرات تطالب بتعديل أحكام المادة 57، في الوجهة الأخرى نشاهد النساء تطالب وتنادي بإبقاء المادة 57 على ما هي عليه وتطالب بمزيد من الحقوق. كل هذا سنتناوله بالتفصيل مع ضيفي الكريمين الأستاذ مصطفى القصير. حياك الله استاذ مصطفى من الديوانيه، محامي وحقوقي. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، شرفتنا. حياك الله استاذ احمد، شكرا لقناتكم ولحضرتك على هذه الاستضافه الطيبه. حياك الله. وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم صراحه اليوم اللي هو يخص المجتمع اكثر من اي طرف اخر، لان هذا موضوع يخص المجتمع وسلامه المجتمع وامن المجتمع. احييكم على اختياركم لهذا الموضوع ونشد على يديكم ودائما معكم. حياك الله استاذ مصطفى. والراي الاخر الاستاذه والحقوقيه والناشطه الاستاذه طيبه التميمي، حياك الله استاذ طيبه، شرفتينا اليوم. هذا الشرف فرصه ثمينه اليوم حتى نلتقي بحضرتك ونوضح الامور الشائكه والمبهمه اللي تخص الماده 57 نطرحها للشباب. حياك الله استاذ طيبه. الله محيي. راي وراي اخر في هذا البرنامج نتناوله بوضوح لتوضيح المواد القانونية الماسة بالشارع العراقي، كل هذا سوف نتناوله في هذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل لنشاهد هذا التقرير. بعد صراعات أسرية مريرة بين الآباء والأمهات، أصبح الأطفال ضحية ظروف قاسية لم يكن لهم يد في مسبباتها، فالعيش في كنف أسرة غير مكتملة الأركان ليس بالأمر الهين بالنسبة لكائن بريء يحتاج إلى سند الأب وحنان الأم. فهل نجحت التشريعات العراقية التي أعطت الأولوية للأمهات في حضانة الأطفال وإن تزوجت من رجل آخر بعد الطلاق في حل هذه المشكلة العقيمة، خصوصاً مع تصاعد وتيرة المطالبات بتعديل المادة 57 من قبل الآباء، أم أن هذه التشريعات قد زادت الأمر تعقيداً مما ينذر بخطر جسيم يهدد أساس المجتمع العراقي، خصوصاً إذ ما علمنا أن القانون قد كفل للآباء حق المشاهدة لبضع ساعات في الشهر داخل أروقة المحاكم التي تعتبر حاضنة للخصوم، ويبقى النزاع قائماً ما بين الآباء والأمهات في أحقيتهم في حضانة أطفالهم في ظل قانون شرع قبل عقود من الزمان. أهلا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين وقابل للاستئناف. حوارتنا في هذا البرنامج قابلة للاستئناف بين رأي ورأي آخر، واليوم في مرمانا أحكام المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي مع ضيفي الكريمين. أهلا بكم مرة أخرى. أهلا بك أستاذ مصطفى القصير وأستاذ طيبة التميمي، شرفتونا اليوم في قناة دبليو تي في قناة وطن. يعني اليوم موضوع حلقتنا راح نتناول أحكام المادة 57. أعرف حضراتكم يعني تترقبون ماذا يجري في الشارع حول أحكام هذه المادة. ليش بهالتوقيت بالذات تصاعدت أصوات الرجال؟ شنو أحكام المادة 57؟ كل هذا راح نتناوله إن شاء الله بهذا الحلقة. ابتداء نبدأ بالطيبة التميمي، يا ريت توضحين لنا شنو المادة 57 للشارع العراقي؟ نعم. ليش هاي الهوس عليها؟ أكيد عرفينا شنو المادة 57. هو ابتداء لازم نوضح المادة 57 المشرع العراقي اللي نظم بها أحكام هذا الموضوع المهم جدا بالوقت الحالي. طبعا نعم. الحضانة تعرف أثيرت بالفترة الأخيرة موضوع مسألة تعديل المادة 57. المادة 57 طبعا بها تفصيلات عدة نظمت ما يخص موضوع الحضانة بالمحاكم والقضاء، من ضمنها أنه أعطت الأم في أول كلمة في أول فقرة الأم أحق بحضانة الولد وتربيته ما لم حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحظون من ذلك. طيب النص واضح وصريح أنه أعطى للأم الأولوية بالحضانة بصرف النظر عن
بقية أفراد الأسرة، خلينا نقول هو الأب طبعا أكيد ويأتي بعدها الجد والجدة. هذا الحق أكيد ما أعطيه من فراغ، أكو معطيات، أكو أمور غريزية بالمرأة أنه تكون هي طبعا أعطتها الحق أنه تكون هي الحاضن والأولوية لها. نعم. لكن على أن تكون هنالك شروط للحاضنة. طيب. اللي هي راح نتناولها أكيد طبعاً، طبعاً بس بخطوط عريضة، يعني عاقلة وبالغة وأمينة. يعني أستاذة سيد طيبة تميم، يعني حضرتك تقولين بأن أحكام المادة 57 تتحدث عن الحضانة وأنها أعطت أولوية للأم. نعم. على الرجل. النص صريح وواضح، الأم أحق بحضانة وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، يعني وضحتها مسبقا حتى لا يصير بها خلاف ويصير بها قابلة للتأويل والشك. طيب ما هذا النص نفسه قبل 2002 أعتقد كان التعديل، كانت الأم يعني مجرد أن الزوجة تسقط عنها الحضانة، صار تعديل بال 2002. نعم. بموجبه صارت الأم يعني حتى وأن تزوجت من رجل آخر أجنبي. نعم. يعني رجل آخر غير الزوج الأول، يعني تستمر بحضانة أطفالها. هذا النص تحديدا أثار حفيظة الرجال. يعني خلينا ننتقل للأستاذ مصطفى القصير. أستاذ مصطفى القصير، سمعت ست طيبة تميمي، شنو تريد بالضبط؟ تريد نفهم يعني إذا نسمع أكو وتيرة متصاعدة، هذا النص موجود أستاذ أحمد والنص قديم، ابتداء نريد نعرف ليش هسه صار شدة النزاع والمطالبة بتعديل أحكام المادة 57. أستاذ أحمد طبعا بالبدء يعني تصحيح لما طرحته حضرتك. نعم. هو التعديل اللي صار مو 2002. نعم. تمام. التعديل اللي صار هو رقم 21 اللي سنة 1978. طيب. يعني بالتحديد 21/2/1978. نعم. هذا كان تعديل قبل التعديلات الأخيرة، يعني اللي جرت بآخر القضية هاي مال 57. لا أستاذ مصطفى، كانت 78 سقط حضانة المطلقة في حال زواج. عذراً أستاذ مصطفى، التعديل اللي تحدثت عنه أني حول زواج الأم وبقاء الحضانة، هذه الجزئية بال 2002. نعم 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 جاي واضح لك. 2002 اي صار به تعديل من 80. نعم. فما فوق 2002 اخر تعديل هو حول زواج الام وبقاء الحضانه من عدمها وفق احكام قانون الاحوال الشخصيه العراقي. تمام. اريد نعرف من حضرتك استاذ مصطفى القصير، يا ريت لو توضح لنا ليش الان تصاعدت وتيره المطالبه بتعديل احكام الماده 57؟ ما نص الماده موجود والقانون موجود، يعني بالعراق نقول هسه ذكرت شنو اللي صار الان انت يعني اتمنى تنطيني فرصه يعني. اكيد الان كمحامي ورجل قانون. نعم. اوضح هذا الشيء، هاي يعني مسؤوليه على عاتقنا. نعم. كمحامين تفضل استاذ. تعديل 78 هو التعديل اللي كان ينص على انه تسقط حضانه المطلقه في حال زواجها باجنبي عن المحظون. زين. هذا التعديل. زين. بعده بالثمانينات يعني 84 اجت تعديلات، من ضمن هاي التعديلات اللي صارت قال لا ما تسقط حضانة المطلقة في حال زواجها بأجنبي، واستمرت إلى يومنا هذا. طبعا. هاي وحدة خلي أوضحها يعني بشكل دقيق. زين. القضية الثانية إنه اليوم أنت تقول صاعدت الوتيرة مال المطالبة، هي ترى مو الآن، يعني ترى المطالبة بالحضانة يعني صار لها سنين أستاذ أحمد. نعم. لكن كثرة الحالات السلبية اللي صارت وكثر يعني كثرة المظلومية جعلت الاعداد تزايد. عندما تزداد المظلوميه تتولد اعداد كبيره جدا، تتولد اراء كثيره جدا. يعني اليوم المظلوميه اللي جاي يصير مثلا احنا ابسط مظلوميه، انا مو اقول لك تعال انت مثلا اليوم انا اسولف اقول لك انت اسلب، انا يعني ما اقول لك انت اسلب يعني اسلب الحضانه بالقوه او اسلب الحضانه، لا انا اقول لك اليوم احنا نتماشى مع امور. مثلا اليوم احنا عندنا قضيه من القضايا اللي تقول ليش صارت وتيره تصاعد بالمطالبه. طيب. في حال زواج الام المطلقه باجنبي تبقى الحضانه عندها، هاي قضيه. احنا مثل ما تعرف يعني اعتراضكم على هاي النقطه تحديدا. انا راح اجيك هسه راح اجيك، اولا هاي نقطه احنا معترضين عليها، ليش؟ احنا المجتمع العراقي مجتمع يصير على عادات وتقاليد، واحيانا طيب. ما عندنا تكون العادات والتقاليد تكون قوتها مشكله، قوتها اقوى من اللي يصير بموضوع القانون. طيب استاذ مصطفى، لا اريد اركز نقطه حتى المشاهد الكريم اوضحها لك. نعم اذا سمحت لي. انت حضرتك تقول احنا قانون دا نحكي. تمام.
هل العرف، هل العرف هو من يسير المجتمع أم المجتمع هو من يسير هذا الأمر؟ يعني المفروض القوانين هي التي تنظم المجتمع، ما نجي نعتمد فقط على الأعراف. الأعراف هي من الأساسيات في القوانين. تمام. عندك تدرج، عندك تدرج، سلسلة تدرج، دستور، قانون، تشريع. أريد نعرف. إيه أنا جيك، أنا جيك، هاي قضية. العرف هو من يسير المجتمع أم القانون؟ القانون موجود، القانون موضوع، لكن إحنا بعاداتنا بالمجتمع العراقي أنت تعرف مو غريب، إحنا بعاداتنا عندنا قضايا، إحنا عندنا قضايا عشائرية وعندنا التزامات. نعم. القانون موجود، أنا ما أقول لك القانون ما موجود. نعم. بس من الصعب إنه بنت عمرها 15 سنة و14 سنة وبعمر المراهقة تتربع عند رجل غريب وابوها عادي. خلينا نوقف على هاي النقطه استاذ يعني مصطفى. واضح، واضح، زحمه. اريد نعرف احنا جاي صار عندنا حالات، احنا ذا تحكي عن المحاكم والقانون. طيب المحاكم بس احنا نريد يعني استاذ 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 مصطفى، هنا نتبنى الراي والراي الاخر. لا نتبنى راي على الاطلاق في هذا البرنامج، وانما الراي والراي الاخر. سي طيب التيمي استاذ مصطفى القاصير ايضا وجهه نظر وصلت فكرته. يعني اذا يقول بانه الاطفال خصوصا اكو بعض العوائل اكو بنات يقول اني بنتي وصلتنا عشرات مئات الرسائل، يقول اني بنتي تتربى عند رجال غريب واني اصرف عليها شهريا. تمام. بعرفنا بطبيعتنا العشائريه بالمجتمع العراقي ما نسمح بهذا الشيء، مثل ما تفضل الاستاذ مصطفى القصير. شنو وجهه نظركم بهذا الموضوع؟ ناخذ الاجابه لكن بعد الفاصل. اهلا بكم احبتي مشاهدي قناه دبليو تي في، قناه وطن الفضائيه وقابل للاستئناف، حوارتنا قابله للاستئناف. ونرجع للطيبه التميمي. الطيبه التميمي يا ريت نسمع راي حضرتك. يعني استاذ مصطفى التميمي لا يقول بانه مصطفى القصير عفوا لا يقول بانه يعني اكو محضره بالمجتمع العراقي. نعم. بعض الرجال يطالبون يقول اني عندي بنات، عندي اطفال، ولد بنات اي من هذا الجنس او ذاك، مو مشكله، المشكله وين؟ اني اولادي اللي يتربون عند غريب. نعم. نسمع راي حضرتك. هو طبعا انا قبل شوي ردت اتداخل بس خليته يكمل فكرته على مود اطرح بصوره مفصله. طيب. احنا هنا عندنا جوهر اللي هو مصلحه المحظون. تمام. فاني اللي الاحظه من المطالبات ومن خروج الاباء والمظاهرات انه هم ما يراعون مصلحه المحظون بقدر ما يراعون مصالحهم الشخصيه. انه هو عنده فت فكر ومعتقد واعراف هذه لازم يحافظ عليها. طيب هي الماده اساسا بنيت على مصلحه المحظون، واعطيت للحاضنه او الحاضن شروط اللي هي العقل والبلوغ والامانه، وانه تكون قادره على تربيته وصيانته. طيب هذني انتم كلهم نسفتوها، بالمعنى انه احنا نسفناها وتحدثنا فقط بجانب الاعراف والتقاليد وتجاهلنا القانون اللي هو اعلى سلطه من الاعراف. طيب. ومو الجميع، الجميع اليوم احنا مجتمعنا مو كله ملتزم بالاعراف. صح لو غلط، يعني مثلا مع احتراماتي لي مثلا كل محافظات العراق اكو ناس يولون اهتمام اكثر من القوانين للاعراف، وبالمقابل لا، اكو يعني اكو محافظات او اكو مجتمع، يعني مجتمعنا بالذات شخص انه عند القانون لا لازم يعني خط احمر يمشي عليه. فاحنا اساسا عندنا الجوهر هو مصلحه المحظون. يعني انا مدى اشوف هناك مصلحه المحظون. أرد أسأل سؤال. طيبة. انا أرد أسأل سؤال. من يقول مصلحه المحظون تكون ويا الام فقط؟ انا دي اقول لك، انا أرد أسأل سؤال. هم عندهم اعتراض على موضوع انه خليه يبقى المحظون، ما عندهم مشكله، بس اذا في حاله تزوجت، وهذا انا اعتبره طبعا هذه انانيه، انا في رايي انه هذه انت قاعد تحكم على امراه انه تقيدها وما ما تباشر حياتها وتمارس حياتها بصوره طبيعيه، لانه حضرتك عندك محظون يمها. ليست مو كل النساء سيئات ولا كل النساء صالحات، وبالمقابل هاي أكيد. مساله نسبيه طبعا. طبعا يعني مو بالضروره انه تكون مراه سيئه مقابلها رجل صالح، هذه ما ممكن تقاس. انا اريد اسال، هل زواج الحاضنه الام يفقدها شرط من شروطها العقل او البلوغ او الامانه؟ جاوبني على هذني فقط استاذ مصطفى. السؤال حضرتك طبعا جاوبني يعني إيه؟ اكيد طبعا وجهت لك سؤال. انا عندي شروط الحضانه الآن، يعني الان جوابي راح يكون بالشكل الدقيق. انت قلتي هل اذا زوجت الام تفقد البلوغ والعقل والامانه؟ هاي لا. شروط الحضانه، هذا أوكي. شروط الحاضنه. طيب اوكي، عداها تسقط الحضانه. انا هسه ما جاي اسولف على ذني كلهن ذكرتيهن ست طيبه. انا عندي قانون، ده انا اشوف إيه، انا بشكل ماده منصوص القانون. يعني اسولف على انه شيء على تعديل الماده. استاذ احمد خلي اجيك بال استاذ مصطفى. استاذ احمد منتدى خلينا جاي يعني استاذ مصطفى، استاذ مصطفى دعني ادير الحوار رجاء. حضرتك اريد نعرف، يعني انت من المتبني لتعديل الماده 57 نعم ام لا؟ بكل فخر. طيب
هل تجد ان هناك ضروره لتعديل احكام الماده 57؟ نعم يا ريت توضح لنا. المجتمع العراقي شلون للحفاظ على الاسره العراقيه شلون عندك قوانين ادعم ادعم قوانين ادعم قانون الحمايه من العنصر الاسري الان انا كمصطفى القصير كمصطفى القصير لو برلماني وابحث عن مصلحه المجتمع العراقي المجتمع شيء مهم جدا طيب والحفاظ على المجتمع مسؤوليه البرلمانيين وضح لنا مصطفى احنا الان كمحامين نشاهد حالات طلاق مرعبه بالعراق نعم. صح نعم. ما حد يختلف عليه ليش انا اقول لك ليش انا طبعا بالمناسبه الان هذا عن برنامج وعلى فضائي طيب. من اتكلم عن البعض طيب عن البعض اكيد يعني كلامي عن البعض البعض وضعت من هاي الماده قوه البعض هي واهلها وضعوا قوه من هاي الماده شلون مثلا يعني عندنا حالات تصير مشاكل احنا عملنا اذا ما يقعد يم اهلها تصير مشكله ومن تصير مشكله زعلت واذا زعلت تنفصل واذا انفصلت تطلقت واذا طلقت اخذت الاولاد واخذت اوكي هسه الحقوق اللي احنا كامله مع الاولاد زين. اذا طرحت عليه راي وما قبل صارت مشكله وزعلت اذا صار بيناتهم خلاف او منعها من خروج لمكان او منعها من 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 عمل ما او منعها من قضيه معينه بالتالي اليوم صير مشكله واذا صارت مشكله ليش هي اليوم البعض عندهم ايمان كامل ومطلق انه هي الحضانه الهن اطلقت بقت ما هو القانون يقول هذا الشيء اي هو القانون هو احنا نتكلم على القانون ما نتكلم على الاشخاص استاذ عندك محور ماده 57 حاجزني بقانون هو القانون انت من تريد تعدل غير عندك ادواتك للتعديل عزيزي بس ابدا اوضح بس خلي اوضح انا سالتك سؤال خلي يكمل خلي يوصل جاوبني انا ما خلي يوصل خلي يوصل الفكره لا انا جاوبت خلي يوصل انا ارجع مو حتى الصحه دارت تقسيم بس سؤالي واضح جوابني هل زواج الزوجه الام الحاضنه من زوج اخر يفقدها شرط من شروط الحضانة اللي نص عليها القانون اللي قال هذني الشروط العقل والبلوغ الأمانة نعم. إذا سقطت واحد من عدن تسقط الحضانة عنها جاوبني على أنا أجاوبك أريد إحنا نرجع للتعديل راح تقول لي الأعراف تعديل 78 اللي قال تسقط حضانة المطلقة في حال زواجها يعني حضرتك من المطالبين بإسقاط بس أنت ما راعيت المحظون ما راعيت شؤون المحظون ما راعيت مصلحة المحظون زين أستاذ أحمد إحنا أستاذ أحمد أنت تراعي أنت أكو قضية في بالموضوع عزيزي أنت تراعي أشياء متأصلة في نفسك اللي هي الأعراف أنت متناسب سطيبة أنا اليوم أستاذ مصطفى في حال في حال تم هذا الأمر ونجحت بكل مساعيكم إحنا نأخذ كل الآراء مثل ما وضحت لحضرتك هل الرجل قادر على رعاية المحظوم مثل ما ترعى الأم؟ مستحيل أنا هسه الآن أنتم ما خليتوني طبعا عندي لا أريد نفهم نقطة هل الرجل قادر في حال نجحتم مساعيكم في تعديل أحكام المادة 57 وأصبح بالإمكان استبدال حضانة الطفل من الأم في حال زواجها مو بالضروره الرجل غير قادر انا اريد يعني اني اريد افهم من حضرتك هل الرجل قادر على رعايه المحظوظ خصوصا الطفل الرضيع الصغير ممكن اليوم هذا الرجل ممكن اهله موجودين طيب. والدته موجوده اخواته موجودات هذا الرجل ممكن من يتزوج والام تسلب من يتزوج الام لا احنا مو شرط تسلب ممكن من يتزوج زوجته ممكن تكون تعتني بيهم او طيب. امه ها ما حددت او امه او اخته زيادة. تمام او هو نعم. هو لا يتزوج ولا هو يقول انا بدي اقعد اربي اولادي خلاص تمام يعني المتعارف عليه رجل عنده دوام استاذ احمد احنا نعم. هاي القضيه مو بقدر ما عندنا مشكله اليوم المشكله الكبرى ان هاي الماده مخالفه للشرع ومخالفه للشرع طيب. ومخالفه لاراء المراجع طيب. كلهم طيب. الاحياء منهم الاموال يا اخي يا انت عندك الدستور عندك الفكره واضحه الفكره واضحه استاذ مصطفى ما الزمتني الحجه بالجواب لا الفكره واضحه ما عندك جواب الفكره واضحه استاذ مصطفى اخي يا شرع انت عندك خلينا نتفق انت عندك قصر راح تاخذه من امك استاذ مصطفى خلينا ندير الحوار بشكل شويه اهدى بس حتى توصل الفكره سي طيبه يعني كلام السر مصطفى اللي يقول بأنه إحنا مجتمع ابتداءً عشائري عندنا أعراف وتقاليد نلتزم بالتزامات دينية معينة للمعتقدين بها يعني حسب المذاهب احترامنا للجميع طبعاً بيقول هذا مخالف للشرع بشكل مطلق بيقول هذا مخالف للأعراف والتقاليد بيقول إحنا نطالب بتعديل أحكام المادة 57 كونها تسلب حقاً للرجل يعني الكرة الأرضية متكونة من الرجال والنساء راح أجاوبك اسمحي راح أجاوبك إيه خليني أطرح السؤال على حضرتك
ست طيبة تميمي، نشاهد عشرات بالمئات من المنظمات النسوية التي تطالب بالإبقاء على أحكام المادة 57 وحقوق أخرى. ألا ترين أن بعض هذه المنظمات قد غالت في طلباتها؟ بعض المنظمات قد ساهمت في حدوث شقاق وشرخ في المجتمع؟ أبداً أبداً. مو وضحينا يا رئيس. مو أنا راح أقول لك ليش. هم مطالبين بتعديل المادة ويريدون يأخذون الحضانة، عندهم فد يعني فد سياقات إنه هاي انتهينا من عندها. جميع الآراء محترمة. محترمة بس إحنا لازم نبحث. أنا قلت إنه إحنا عندنا جوهر اللي هو مصلحة المحظون. تمام. أنت تقول إحنا عندنا أسرة مفككة وإحنا ما نريد نفكك الأسرة. أنت عندك قطبين، عندك رجل، عندك مرأة. أنت راح تخلق مشكلة. أنت راح تبادل الأدوار فقط. انت راح انت اسد الداعي تقول انه الحضانه لازم تكون للرجل، بالمقابل راح تسلب مره، راح نخلق مشكله اخرى. يعني ما يعني حضرتك مع ابقاء الماده 57؟ طبعا طبعا مع الابقاء. زين زين، لكن بشرط. وهو احنا هم احنا طبعا الف تحيه وتقدير لكل الرجال والاباء، كلهم على عين وعلى راس وكلهم محترمين. تمام. اكو امور اخرى نقدر نحلها بطريقه ما نقول وديه. قبل الامور قبل الامور ست طيبه تميمي، حتى الفكره تكون واضحه، هل تجدين تطبيقا حقيقيا فعليا لاحكام الماده 57؟ ماده 57 في بعض فقراتها قد نصت على حق الاب، حق الاب في رعايه المحظوظ ورعايته حتى يتم العاشر وتربيته. نعم. تمام. واذنت انه لها حق بالضبط. هل تجدين تطبيقا عمليا حقيقيا لاحكام الماده 57 للواقع العملي؟ نحكي ما نحكي بالنظريات. يا ريت لو نسمع الاجابه، لكن بعد ان ناخذ هذا الفاصل. اهلا بكم احبتي مشاهدي قناه دبليو تي في، قناه وطن الفضائيه وقابل للاستئناف. حواراتنا دائما قابله للاستئناف بين الراي والراي الاخر. نرجع للطيبه التميمي. الطيبه صار مصطفى الى راي يقول بانه احنا ما بدنا ناخذ حقنا. يعني انا سالت حضرتك هل تجدين تطبيقا حقيقيا لاحكام الماده 57 اللي نصت على حق الاب رعايه المحظون ورعايته؟ من المتعارف بان الاب الحق مرتين، هسه صارت ثلاث مرات. نعم. أربعة. نعم. يشاهد المحظون داخل المحكمة أو إحدى المنظمات. نعم. يعني هذا إلى الوقت الكافي بين يرعى المحظون يشوف كذا؟ مو إحنا ابتداء أستاذ أحمد لازم نفصل بين المادة 57 وأحكام اللي هي واضحة وصريحة. نعم. وفي حال ما إذا صار نزاع أو فصل فالأحكام موجودة واضحة وما تحتاج ما لم اللي هي الاستثناءات. طيب. تمام. راح نرجع لها بعدين. ليش نقول لازم نفصل بين أحكام المادة 57 وبين أحكام المشاهدة؟ المشاهدة اللي هي لم تنظم بقانون. طيب. هي كان يعني هي من وهي مرجعها بس مرجعها المادة 57 منذ أي منذ أن خلقت المشاهدة. هي لم تنظم بقانون خاص. احنا طالبنا طبعا احنا ايش نقول من تطالبون بتعديلات. الماده تقول رعايه حق الرعايه. زين شلون يرعى الطفل والمحظوم وين؟ بس ما نظم احكام المشاهده. اريد نستفهم. احنا هنا المشكله. وضحينا انه للاب النظر في شؤون الولد وتربيته وتعليمه حتى بلوغ العاشره. تمام. يعني سن العشر سنوات اللي هو سن الحضانه. تمام سن الحضانه وبعدين تؤذن بالتمديد. فاحنا هنا هاي الفقره جتي مطلقه بس ما نظمت احكام. يعني مثلا احنا نريد توسيع اكثر بهذه الماده. شلون الاب راح يرعي؟ شلون يعني الاب يحتاج انه خلينا نكون شوي نجانب، لان احنا نقول عندنا اباء وعندنا ازواج وعندنا نحترم طبعا وجودهم. شلون احافظ على هذا الموضوع؟ شلون اطبقه بصوره عمليه؟ المشاهده احنا عندنا للاسف لا اماكنها صالحه انه يرعى الاب ابنه ويتابع. لان احنا عندنا لازم يرسخ، مو مساله انه بس يشوفه او يطمن عليه. عندنا مبادئ لازم ترسخ، لازم الطرفين موجودين الاب والام. ربما الاب افكاره تختلف عن افكار الام. طيب. فواجب على الاب انه يرسخ افكار او قيم او مبادئ بهذا الطفل. الاماكن المخصصه لمثل هذا الموضوع تكاد تكون مستحيل. هسه راح نرجع للاماكن، لان هاي التطبيق هاي بحد ذاتها موضوع يكاد كامل. يكون معدوم. انا برايي يعني هذا يكاد يعني حضرتك تقرين بانه احكام الماده 57 ولا مو كل الماده احكام الماده؟ لا عندي جزئيه من الماده. لا انا ما اريد امس باصل الحق. اصل الحق مقدس بالنسبه لي. لا انا اريد استفهم من حضرتك. هسه قبل قليل قلتي بانه الماده 57 اعطت حق الحضانه للام، وبنفس الوقت هسه حضرتك قلتي بانه وللاب النظر بخس بحقوق الآباء
في موضوع المشاهده، في موضوع المشاهده، المشاهده ممكن قلت انه ممكن ان نوسعها وننظمها ونرتبها بحيث نخلي يعني الاباء راضين مع تعديل احكام الماده 57 فيما يخص المشاهده فقط، المشاهده قلت دون المساس باصل الحق، اللي ينادون به شكل واللي ينادي به احنا شكل، خلت طيب. توسع الحضانه المشاهده ما عندنا مشكله احنا بها، بالعكس بالعكس هاي من الزينات، لكن طيب. ان نسلب الام احنا راح نخلق قطب اخر اللي هي المرأة، اللي هي المرأة أنت تعرف يعني اليوم الأوطان إذا تبنى تبنى بالأمهات. إذن أنت اليوم من تسلب ابن من أم يعني طيب وترتمي بأحضان زوجة أب أو أحضان، أنت شفت الحالة الأخيرة مال الطفل المعنف، مو عماته وما قدروا يعني هم تعنف والأم اللي شمرت ولدها من جسر الأمة، إيه هذه حالة فردية بس احكي لي تعليق زوجات الأب والأم اللي خلت ولدها بالتانكي، الأم اللي خلت ولدها بالتانكي وشبسته واللي شمرت ولدها من جسر الأمة طيب. واللي عنفت ابنها وشوفتها حالة نفسية لا تقاس، واللي عنفت ابنها ودخلتها مستشفى ولقوا بالشارع، واللي اللي حرق يعني اولاده الاربعه بكربلاء. الفكره لا تقيس لي حالات الفرديه يعني الفكره واضحه، الفكره واضحه طرف على طرف ملائكه عزيزي، احنا نحكي على عموميات يا استاذ احمد، الفكره واضحه استاذ مصطفى القصير، يعني ست طيبه يمير الشاطره كالرأي بخصوص المشاهده فقط. ابتداء هل تعتقد ان المحاكم مكانا صالحا للمشاهده؟ يعني تعرفون المحاكم هي دار الخصوم، مرات يكون يعني على مستوى الجزاء بمجرمين، على مستوى البدء اكو خصومه، يجي هذا الطفل ليشوف ابوه والا يصدم، دائما تسمعون اكو صياح مرات يصير، مرات تصير مشادات كلاميه قويه، تجاوز بالالفاظ، مرات تصير حتى يعني مشاكل وشد مباشر. هل المحاكم تعتبر مكانا صالحا للمشاهده وما البديل؟ استاذ احمد يعني بس شيء بسيط واضح وضحت انا، بس شيء بسيط انه قلت لك احنا الماده 57 عندنا يعني رفض ضدها وما قانعين انه هاي الماده تبقى تستمر، راينا احنا طيب بس جاوبني على السؤال، اي راينا على السؤال أوكي. جاوبني على السؤال، اجاوبك على السؤال راح اجاوبك على السؤال، بس انا يعني تمنيت انه الموضوع واضحه هسه نطرح كل الوقت لك تمام. اولا المحاكم جاوبني. غير صالحه لمكان المشاهده ليش؟ تمام انا اجيب طفل زين، اذا انت الماده 57 تتحكم باسره عراقيه طيب، وهاي الاسره اللي هي اساس المجتمع، وانت تخلي للمحاكم مكان للمشاهده، يعني يجي المجرم ويجي اللي يتعارك بالمحكمة طيب، وتجي اللي يصيح بالمحكمة ادعموا تعديل قوانين مهمة، وتجي ويجون اللي يتعاركون طيب بالمحكمة. ما البديل؟ البديل البديل اليوم، البديل ست طيبة اليوم، انت سأل السؤال ست طيبة خلي اجاوبك على نفس السؤال طيب. المادة 57 كفلت للأب حق الإشراف على المحظون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر، وتأذن بالتمديد حتى الرجوع للجان الطبية والنفسية المختصة، هاي الفقرة الرابعة طيب. على أن لا يبيت المحظون إلا عند حاضنته تمام صح. زين أنت على أن لا يبيت إلا عند حاضنته، ليش تحددني بساعتين؟ اعطيني شيء بقرار المشاهدة اللي هو قرار مجلس قيادة الثورة، قرار المشاهدة إيش قال؟ قال إذا ما اتفقوا الأب والأم، قرار مجلس قيادة الثورة نعم، قال إذا ما اتفقوا الأب والأم على المشاهدة المحكمة تختار المكان نعم. ما حدد وقت هذا القرار، ما قال ساعتين ولا قالت للساعات. طيب ما هي المعمول بها هسه ساعتين؟ تمام أتحدى نص قانوني أربع ساعات، أتحدى إذا أكو نص قانوني اللي هو قرار ما يقول أكو نصوص. ساعتين لو أربع ساعات ماكو منظمة، أتحدى وأنا قلت لك من البداية قرار شنو؟ قرار شنو؟ أتحدى قرار من مجلس قيادة الثورة لو قرار حالي، لو بالقانون يقول الأب يشوف ولده ساعتين لو أربع ساعات، لا القانون شو يقول؟ يقول على لا بيت إلا عند حاضنته، هذا القانون بس اسمعني أستاذ أحمد، هل من المعقول الأب اللي يدفع نفقة والأب اللي يتحمل حقوق والأب اللي لازم يربي بنته وابنه مع الأم يجي يريد يربيهم تحت سقيف من التشينكوب من المحاكم نعم، يجي يربيهم في ساحة دائرة التنفيذ طيب. ابني عمره 14 يعني سنة أبوها يشوف أستاذ أحمد بس اسمح لي أترجاك تفضل أترجاك الهوى إليك يعني أترجاك أب يربي بنته يوم واحد بالشهر ويوم 15 بالشهر بنت هاي عوفها يشوفها يوم واحد ساعتين ويرجع لها يوم 15 كون يربيها وين يربيها؟ ربيها بالتنفيذ يعني شلون يربيها بالتنفيذ؟ زين الاب اللي الماده تقول الاب الحق الاشراف على التعليم، الاب يروح للمدارس يقولوا له يعني ممنوع، يا ابي ليش ممنوع؟ طيب طيب الام ما تقبل مصطفى. انا طبعا هاي القضيه هذا خلاف للماده وهذه جريمه جريمه ترتكب من قبل بعض الامهات، تروح لدارات المدارس وتقول لهم ممنوع يدخل الاب، هذا خلاف لنص الماده 57 طيب خلاف. طيب 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 استاذ مصطفى، البعض يقول احنا وصلتنا عشرات الرسائل ودنا نقولها لكم بشكل نعم. مباشر نعم. البعض يقول ان دافع الرجال في هذا الحراك الكبير لتعديل احكام الماده 57 ليس لمصلحه المحظون وانما لطابع ذكوري بحت في حب السيطره والطابع العشائري والطابع الذكوري في عرف.
في المجتمع وحضرتك وحضرتك اقريت بها هذا عرفت طرحتها يعني على بنتي بالغريب يعني هذا الحراك لا مصلحة المحظوظ ما تبقى ويا الغريب هذا هذا الحراك مصلحتك عزيزي مو مصلحتي طيبه يا ريت يا ريت الهوى للسالفه خلينا نعرف رايي يعني تقولي طابع ذكوري لو لمصلحة المحظوظ لا مو طابع ذكوري لا هي مو المحظوظ انا اليوم انا اليوم كأب من المعيب انه اخلي بنتي او ابني وقود لي حرب لا طيب. انا بدي احافظ على بنتي وابني من قلت اعرف وتقاليد ما اريد بنتي تنام قدام رجل غريب وحياتها اليوميه قدام رجل غريب بنتي انا اولى بيها واهلها هم اولى بيها مو الغريب اللي احنا عندنا حالات زنا بالمجتمع لا تعد ولا تحصى مو بنيه مراهقه قاعد غريب شنو الغريب شنو تحركوا سويتوا غير مظاهرات شنو اللي ضمن لي استاذ احمد اوصل لك قضيه هاي ما طابع ذكوري الفكره واضحه ما طابع انه الفكره واضحه من حقي انا كأب من حقي كأب اربي بنتي حتى ما يثير غريزه ومن حقي افرح ببنتي الفكره واضحه ومن حقي افرح بابني استاذ مصطفى ما افرح به افرح به 4 ساعات الفكره واضحه بعض الامهات يغيبا على المشاهده 3 مرات وتجي بالرابعه دعني انتقل بالحوار الى استاذه طيبه يعني استاذ مصطفى القصير ده يحكي عن من حرقه قلب شلون نقولها بالعراقي معاناة آباء يقولون إحنا بناتنا اللي يتربون على الغربة طرحناها قبل قليل يقولون بأنه الوضع هذا أنا ما أقدر أربي ابني ما أقدر أربي بنتي وحضرتش أقريت بهذا الشيء بتقولين فعلا المادة 57 فيما يخص جزئية المشاهدة بحاجة إلى تعديلات طيب ليش نشوف أكو حراك نسائي ضد زي ليش ما تتوحد الجهود يعني ليش قلت قبل المصلحة هي مصلحة المحظوظ بالمقام الأول هل تعتقدين أن هذه الحراكات من جانب الأب من جانب عفو الآباء والأمهات هاي لا تنفع المحظوظ لو توسع الشرخ وبالتالي الوقود مثل ما تفضل الأستاذ مصطفى هو الطفل هو الضحية الكبرى في هذا الصراع عزيزي أستاذ أحمد هذا الكلام معناتها هذا جزم على أن كل أزواج الأمهات سيئين وكلهم أنهم ممكن تنثار غريزتهم أو مثل ما هو دي يقول أنا ما أسمح لبنتي طب أنت عندك طفل اللي هي 10 سنوات إحنا هو سن الحضانة 10 سنوات والمحكمة تشوف أنه تأذن بالتمديد من عدمه انت يعني احنا ما ممكن هذه حالة الجزم نعممها على الجميع ربما أكو أزواج أمهات حتى يكونون افضل لا هو امانه قال البعض الحقيقيين بداية الكلام قال البعض يا استاذ نعم لا هو قال البعض نعم. احنا ما نريد نحكم احنا اليوم ما نريد نحكم بس احنا ناخذ العموميات الاصح منطق اللي تماشي مع العقل هل الاصح انه اسلب حضانه من الام وامنحها زوجه اب وهو الاب ما متواجد اقنعني هسه اكثر عائله مستقره لا تقول لي مو منفصلين موجودين زوج وزوجته انا هسه متاكده زوجي من الناس اللي ينتظرني لانه ابني يمه حيسوي عليه فضل انه ام بقي يمه وانا جايه اصور الحلقه طيب يعتبره فضل يا اخي الام تختلف الام من ترجع البيت هي بالدوام وبالها على ابنها ترجع تباشر ويا اعمالها اللي هي تبدل لو تغسل لو يعني حضرتك مع ممكن يقوم نعم حضرتك مع بقاء الحضانه مع الام طيب سطيبه بالمجتمع العراقي شاهدنا بالاونه الاخيره بعض الحالات هي حالات استثنائيه مو كل مجتمع وانما بعض النساء للاسف بالغت وتعسفت في استعمال هذا الحق ضد الاب يعني تصير حالات طلاق الام تتعسف بهذا الموضوع يعني قانون اقل مرتين او 4 مرات يجي الاب يريد يشوف ابنه ينطرد يجي هاي توصلنا رسائل بهذا الموضوع يريد يشوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي راح ينطرد ممنوع ما تعتقدين بان بعض النساء تتعسف في استخدام هذا الحق لان اكو بالمقابل الرجال تعسفوا في استخدام حقهم بالطلاق طيب. يعني مثلا اليوم احنا نشاهد بالمحاكم يعني هي وحده بوحده لا هي مو وحده بوحده احنا خلينا نقول هي راح يكون سلاحها لان هي الحلقه الاضعف تعتبر المراه بحكم القوانين اللي ما تراعي المراه بصوره حقيقيه احنا طالبنا ليش انا قبل شويه قلت لك بدل ما تقول يعني انت مع هذه التصرفات من بعض النساء ضد انا ما اقول بس انت تقول البعض احنا هاي تتبع عقليه المراه طيب. طريقه تفكيرها ما تعمم على بقيه النساء على ارض الواقع ما بالمحاكم اي دا اقول لك بالمقابل اكو رجال هم دي يستخدمون حقوقهم بطريقه تعسفيه زي يجيب مرته قدام القاضي ويرمي عليه لان هو عنده حق فرحان بي يعني بساعة الساعة ارمي اليمين طيب فهي بالمقابل ايش عندها لو تحاربه بشيء بخس انا اعتبره هاي الحقوق اللي هم يعتبروها فتشي ويقول لك اللي هي النفقة هاي التعويض التعسفي اللي هو ما يمكن تطلع بيه للسوق ما يجيب لك حاجة طيب. هم يعتبروا هذا فتح حق والمرأة قاعد تكافح وتقاتل عليه لذلك فعندها حق مقدس ما هي المرأة لا تأخذ حتى أجرة حضانة يعني رعايتها بالمحاق 25,000 دينار لا 50 محكوم بها جيب لي خادمة فلبينية الغالب 25 تتوقع هذه أجرة الحضانة
يعني سطيبة. فد مبلغ وانت فتحت موضوع سطيبة. جيب لك خادمة فلبينية لابنك جيت تاخذ. احنا نفتح المواضيع نتيجة تطلعات الناس، نتيجة أسئلة الناس. اجابك بصورة واقعية. نعم. هو الريد الواقع. انا الريد الواقع يعني ما اريد المنول فيه والعلاوي. سألت السؤال وما جاوبتيني عليه. نعم. يا ريت لو توضحي لنا هذا الحراك من الجانبين، احنا نشوف اكو جروبات للآباء وأكو جروبات للأمهات وكأنما أكو جبهتين. ليش؟ لأنه والضحية هو الطفل. راح أقول لك ليش. لأنه هو ليش ما تتوحد هذه الجهود؟ يا عزيزي. نعم. يا عزيزي الطريقة اللي أثيرت بها تعديل المادة 57 حقيقة يعني أشبه بالهجمة. اليوم أكو حتى هجمة بالسوشيال ميديا على أمهات، يعني قاموا يجيبون أكو أشخاص جندوا نفسهم المواضيع انه يجيب مرأة ويقعد يصور اطفال، العفو يصور اطفال على انهم معنفين من قبل امهاتهم. طيب. او هذه لما نروح نتحقق من الفيديوهات تطلع اصلا ما لها وجود. طيب. يعني والله العظيم تحققنا، تحياتي الدكتورة بشرى هم كانت ويانا من ضمن الفريق بشرى العبيدي. يعني قلنا معقوله وصل بيهم الحال انه يشوهون صوره نساء بلدهم بهاي الطريقه؟ فانت خلي تكون يا اخي، خلي تكون منافسه شريفه. معقوله. طيب. يوصل بيهم الحال. طيب. انت قلت معقوله، معقولة يوصل الحال بالنساء البعض اللي نتكلم عنهن البعض وليس الكل يشربن إلى الطفل في وقت المشاهدة منوم لو يقلنا ملايين حالات فردية تعمل بعيدا عن المنوم. خلونا ناخذ فاصل ونواصل. أهلا بكم مرة أخرى أحبتي مشاهدي قناة دبليو تي في وقابل للاستئناف. نرجع الأستاذ مصطفى ذكر بعض التصرفات السلبية لبعض النساء يعني تستخدمها للأطفال. أستاذ مصطفى يعني حضرتكم تقول إحنا لحقوق الطفل لهذا الحراك الواسع، هم تحركتوا بشكل رسمي إلى البرلمان مجلس النواب العراقي أم إن حراككم اقتصر على المظاهرات والمطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا استاذ احمد، احنا بالعراق عندنا تنسيقيات كامله، ومن التنسيقيات كامله في كل المحافظات، تنسيقيات تعديل وتغيير الماده 57 من قانون الاحوال الشخصيه في كل المحافظات من البصره الى الانبار والى ابرز مطالبكم باختصار. الموضوع اللي صار التقت التنسيقيات مع اللجنة القانونية، مع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب. اي نعم، ومع نائب يعني سلكت الطريق الرسمي ونائب رئيس اللجنة القانونية طرح مقترح تعديل وصارت عليه ضجة. النائب محمد الغزي تحياتنا لنا، زميلنا محامي سابق ونائب حالي. طيب. طرح الرجل مقترح وصارت ضجة عليه. زين. ضجة جدا كبيرة وانسحب والتنسيقيات التقت باللجنة القانونية ورئيس ابرز مطالبكم استاذ مصطفى تغيير الماده 57 ابرز تعديلها. مطلب تغيير تكون 7 ب 7. شنو 7 ب 7؟ وضح لنا. 7 سنوات. 7 سنوات. 7 سنوات عند الام في حال عدم زواجها. طيب. وبعد السبع سنوات حتى نوام الزوجه ترجع الحضانه للاب، واذا خلال السبعه الاولى تزوجت طلقت وتزوجت تسقط حضانتها. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني هاي انا وضحت لك بالبدايه، قلت لك اراء المراجع. طيب. احنا كجعفريه اليوم. طيب. كجعفريه. نعم. احنا والدستور بالماده 41 قال العراقيون احرار بالالتزام باحوالهم الشخصيه. اكيد. وفق دياناتهم معتقداتهم مذاهبهم موجوده. طيب. ماده 41 هذا المطلب الاول. انا اليوم تابع كمذهب جعفري او مذهب حنفي. واضح. اليوم اعتقد براي مراجعي ومشايخ وعلمائي. واضح. ماده 57 مخالفه للمطلب الثاني. بعد شنو عندكم بالتعديلات؟ احنا عندنا اهم شيء تكون 7 سنوات ب 7 سنوات. واحد. واسقاط حضانتها لو كان عمره شهر اذا تزوجت. زين زين. طيب استاذ مصطفى خلينا بهاي الجزئيه، خلينا بهاي الجزئيه. اكبر جواب على سؤال العفو استاذ طيبه. استاذ مصطفى خلينا ناخذ نقطه نقطه. هاي الجزئيه بالتحديد البعض يقول لماذا لا نعكس الصوره في حال زواج الرجل وبقاء الطفل مع زوجه اب، هل تسقط الحضانة عن الأب في حال زواجه؟ الرجل هناك فرق أستاذ أحمد. شنو فرق؟ الرجل هنا يكون إذا 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 يعني شاف أي ضرر، تمام، من حيث القوة، من حيث وجوده، من حيث دوره بالبيت، تمام، ممكن هو يتخذ قرار. ممكن إذا شاف أي تعسف من هاي الزوجة ممكن هو يكون صاحب قرار وصاحب حزم وموضوع يعني حازم. ما جاوبتني استاذ مصطفى على سؤالي. ممكن يتخذ قرار يحفظ به محظون. لا احنا احنا عندنا انا الان استاذ احمد انت. نعم. اذا تقول لي يعني انا اذا اظل مثلا لازم الاب ما يتزوج،
نعم. لا احنا مو ناخذ كمعادله، هذا مو معادله، هذا شرع يقول هيك شيء. انت لا تناقشني. طيب انت الان تناقشني. لا انا لازم اناقشك حتى تفهم مني. لا تناقشني كمذهبي. نعم. انا نعم. كمذهب انا حاجتك، انا رجل من مذهب الجعفري. نعم. تمام. نعم. انا احترم اراء مراجعي. طيب. مراجعي يقولون حضانه الام تسقط في حال زواجها. السيد الشهيد الصدر قدس الله سره، السيد السيستاني الله يحفظه، المراجع كلهم قالوا تسقط حضانة الأم المطلقة في حال زواجها. طيب. أرى مراجعي. حتى لو عمره شهر. يعني. حتى لو عمره شهر. زين. موجود. من يرضعه. موجود. هذا تحت خلف شرع الله اللي يقول سنتين يرضع. موجود. بس خلي دقيقة أستاذ أحمد. أنت بهالحالة. أيضا وجهة نظر. أنت نعم. عندك شرع الله يقول سنتين. أنت حتى القرآن ستة ما درت له. لا لا أنا لا لا فصاله في سنتين بس أنا. يعني من يرضعه سنتين. فصاله في سنتين. لا فصاله في سنتين. أنت تقول له عمره شهر. فصاله. طيب. فصاله في سنتين هاي مال رضاعة. بس مال حضانة. مال حضانة أراء المراجع موجودة. طيب. زين المذهب الحنفي موجود. زين أكو قضية ثانية. يعني اليوم أستاذ أحمد المشاهدة مستعجبتها على المشاهدة. مسألة. هل يجوز؟ لا لا. مو احنا حتى لنطعنا موضوع. نعم. هسه المطلب الاول تقولون 7 ب7 شنو عندكم مطالب ثانيه لو فقط التعديل يقتصر فقط هذا التعديل اللي تريدوه 7 سنوات وبالسبعه الاولى اذا تزوجت تسقط حضانه. طيب ننتقل بالسؤال الطيبه تيمين. اعطيك الجوهر 7 ب7 واضح استاذ مصطفى الطيبه تيمين نفس السؤال ننتقل به لحضرتك. البعض يقول بانه هناك بخس في هذا الموضوع بالذات، يعني هنا الرجل دا يطالب بشيء وما يقبل يطبق على نفسه. يعني الرجل في حال زواجه هل تؤيدون بعض المطالبات النسائية بإسقاط حضانة اللي هو كون الولي الجبري عن الأب في حال صار التعديل؟ هل تؤيدون إسقاط حضانة؟ هم ندينهم طبعاً إذا هم يقولون يشوفون هذا شيء يعني عم نخاف من زوجات الأب. معادلة هي. أنا ليش قلت لك من البداية؟ قلت لك إحنا مشكلة بالتعديل هذا راح نخلق مشكلة أخرى. إحنا ما راح نعالج مشكلة. زين. إحنا عندنا قطبين بس القانون. القانون منح الأولوية للأم لأن أكو فد معطيات. طيب. بس إحنا من اليوم راح نسلب من الأم الحضانة راح نخلق مشكلة. ما أستاذ مصطفى دا يتكلم شيء. يقول له عمره يعني شهر يا عزيزي. يعني اسمحي لي. يعني أنتوا حتى شرع الله بهالحالة راح تخالفوا. اسمحي لي. اسمحي لي. أو في المقدسات المراجع. أنا عندي آراء مراجع. المراجع يقولون إذا تزوجت. عند القرآن عند الدستور. لا فصاله في عامين هاي رضاعة بس على الحضانة. من يرضع بشهر يا عزيزي. اكو حديث الحديث نعم استاذ مصطفى ست طيبه التميمي سؤالي كان حول بعض المطالبات النسائيه التي تطالب بتعديلات جوهريه اخرى تبخس بحقوق الرجل بشكل كامل داخل القانون العراقي نفسه. من التطرف الا تجدين ذلك من التطرف بالمطالبه باسقاط الولايه الجبريه عن الاب في بعض الاحوال؟ عزيزي والله ما شفت اليوم نساء شنن حملات وهجوم. انا اللي ادري به نساء طالبن بتشريع قانون احنا قلنا العنف الاسري احنا قلنا نحكي احنا قلنا نحكي احنا بشكل واضح. اكو بعض النساء هم عندهم رده فعل للهجمه اللي هم شنوها. ست طيبه اكو بعض الجروبات النسائيه اكو يعني هجوم على الحراك واللي يسوون الحراك واكو هجوم على مطالبات الرجال بهذا الشان. اكو هجوم اكو هجمه شرسه من بعض النساء على الرجال في هذا المضمار. انا تدري بالوساطه ومتعمقه بهذا الموضوع يعني ما شفت فشي اثار حفيظه المجتمع مثل ما الهجمه الاخيره اللي الخاصه بتعديل ماده 57 ماكو شيء مثير. النساء طالبا بتشريع انطيك رسائل علي اكو اكو رسائل علي من شخص الامور استاذ مصطفى من شخص الامور انا عندي وجهه نظر قلت انتوا تخافون على الاسر. هل تعتقدين ان هناك جنبة سياسيه في المطالبه بتعديل احكام الماده 57؟ نعم اكو اكو جنبة سياسيه واصلا في صلب الموضوع هي الجنبة السياسيه. خلي في بالك يعني تعتقدين بان اكو جنبة سياسيه. نعم اكو كتل قاعده وراء المطالبه بتعديل احكام الماده 57 اكو كتل تشتغل على تعطيل تشريع قانون الحمايه من العنف الاسري ولكن مع التعديل لغايات انتخابيه سياسيه. نعم. نفس السؤال اجاوبه استاذ مصطفى قصير جاوبنا نفس السؤال اكو دول مو احزاب دول تقف ضد تغيير الماده 57 غايتها تمزيق المجتمع العراقي. طيب. اليوم الحرب ادعموا الحمايه من العنف الاسري. اليوم لا العنف الاسري ما يفيد مقترح رئاسه هذا خارج دول. عن موضوعنا دول خارجيه تريد تمزق الشعب العراقي والمجتمع العراقي بعد ما تحاربه بدبابه وجندي. انتهت حرب الدبابه والجندي. طيب. تحاربك بفكرك بعاداتك بتقاليدك. الان اكو دول تشتغل على تمزيق المجتمع العراقي وبث السموم به وتمزيق. طيب. حتى اخلاق استاذ مصطفى القصير ضد تعديل الماده 57
ولا تريد للأسرة العراقية لا الاستقرار ولا النجاح ولا لعائلات المجتمع العراقي تبقى قائمة. هذا خرج الموضوع. أستاذ مصطفى إذا سمحت لي، في حال نجاحكم في مساعيكم في تعديل أحكام المادة 57 فيما يخص حضانة الطفل، هل سيستعد الرجال لتلبية احتياجات الأطفال في حال نجاح هذا المسعى؟ يعني تعرف الطفل الصغير وإلى سن حضانة 10 سنوات بحاجة إلى الرضاعة والعناية، وال يعني تعرف الطفل الصغير القاعد الرجال عندهم هذا الخلق هذا. أنا وضحت لك جوابي. وضحت لك جوابي. نعم. قلت لك هي 7 بـ7 يعني بعد 7 الصغير يعني بعد 7 مو طفل رضيع. بعد 7 مو طفل رضيع. عنده مدرسة. أنا قلت لك. طيب. بعد 7 مو طفل رضيع. تغسل ملابسه. 7 الأولى إذا ما زوجت تبقى عندها. طبعاً. زميلنا مخرج يقول شارف وقت البرنامج على الانتهاء صار مصطفى القصير. يعني هذه مساعيكم في تعديل أحكام المادة 57 فيما يخص حضانة الأطفال. ما الذي سوف تقدمونه للطفل العراقي في حال نجاح مسعاكم؟ راح تقدمون أكثر مما قدمت الأم للطفل؟ إحنا الآن مسعانا أولاً هو الحفاظ على الأسرة، الحفاظ على المرأة نفسها. راح تقدمون للطفل مصلحة المحظون بالمقام الأول خارج عن غير أمور، ونحافظ على البعض من الأطفال البعض. وتحرمون الأم من حضانة الطفل؟ أستاذ هي بالتأكيد راح تنظم أمور مشاهدة وغيرها، تمام؟ شلون يعني؟ راح تصير فد حالة عكسية، تمام؟ اي بس اكو قضيه، راح نحافظ على البعض من الاطفال من التشرد والضياع. طيب نعم. ست طيبه تميمي، نعم، يعني انا اشوفكم يعني جبهتكم النسائيه مرتبكه من هجوم الرجال في هذا الموضوع، يعني هل ستستعد النساء والامهات تحديدا لتوديع الاطفال؟ شلون يتوسموا الخير؟ شلون؟ لان انا دا اقول لك، انا طبعا تشخيصي كان دقيق وباقرار الاستاذ انه مصلحة المحظون هم عندهم بضع ثواني إضافية. ما أعتقد إنه المشرع لهالدرجة ما عنده إنسانية، إنه يعني لحد الآن ما ألزمني الحجة الأستاذ، ردت سبب واحد مقنع عدل العرف اللي يتحدث فيه فقط، يعني مصلحة المحظون اللي هي أساس القانون. ليش الطلاق؟ ما معتمدها. لا عزيزي، ما معتمد مصلحة المحظون. على الطلاق. لذلك من هذا المنبر مصلحة المحظون ضاع، المحظون ضاع، الشرد. من هذا المنبر. الشرد بالشوارع. نعم. وناشد بالعمل بإنسانية وبآدمية وبحفظ كرامة المحظون، لأنه طيب 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 ست طيبة متعلقة بمجتمع فعلا بإنسانية إذا يغيرون هاي المادة. ست طيبة طفل مو عرف. خلينا نفهم مسألة معينة. هذا السؤال لكليكما، يعني هسه اللي نشوفه دائما باحكام المشاهده وتأييد الحضانه، تعرفون هالقرارات القضائيه اللي تصير دائما، الاب يتجه الى منع الام من السفر مع المحظون خارج العراق الا بموافقته، مع بقاء هذه الماده قانونيه ام مع التغيير؟ لا، هي من الولايه الجبريه هاي، يعني الولايه الجبريه. ليش دائما الاب يلجأ الى منع الام من السفر مع المحظون؟ يعني الام تريد تروح تسافر شويه تنفح عن نفسها، تاخذ الطفل براحتها. زين الطفل هسافر. زين والطفل لا سافر، من يقول سافر؟ يعني اذا هي من يقول سافرت والمحظور رجع للعراق، شنو اللي يضمن؟ يعني شنو الضمان؟ والله تجيب لي موظف كفيل. زين. انا ابني اذا ضاع، لو بنتي اذا ضاعت تجيب لي موظف كفيل يحزون على راتبه. زين بصراحه مطلقه، شنو يعني؟ بصراحه مطلقه المشاهده اللي سولف عنها استاذ، اكبر بدعه بصراحه مطلقه مجلس قياده الثوره وبدعه فاشله هي المشاهده. طيب لا، حضرتك هسه تقول مشاهده تتبدل الادوار. وين تتبدل؟ جايه اقول لك تتبدل. نعم. اقول لك تتبدل بس مو تتبدل في مجلس قياده الثوره، تتبدل بتشريع. تتبدل بتشريع. انا بصراحه حضرتك لا، ما دين نفسك. انا متابع. انا قلت تسقط الحضانه في حال زواج استاذ مصطفى القصير. استاذ مصطفى القصير رقان، دعوني أدير الحوار بشكل سلس بصراحة مطلقة. نعم. في مجال تأييد الحضانة، هل يستخدم الأب هذا الحق حرصا على المحظون وخوفا من هرب الأم مع المحظون؟ أكيد. أم هي لانتقامات شخصية نتيجة مشاكل بين الأم؟ احنا ما نحب الانتقامات، احنا ما عندنا شيء ويا النساء. غالبا ما تكون هذه الدعوة نتيجة مشكلة أو بعد الطلاق أحيانا. ما عندنا شيء ويا النساء، ولا يعني شيء ويا المطلقات، ولا عندنا شيء. بالعكس احنا يعني الكلين الاحترام والتقدير هاي منتهين منها صار مصطفى، ونحترم بعض الاباء ونقدرهن اغلب الحالات اللي بنشوفها. بس احنا جايين نقول اذا تزوجت مو هنا صار مصطفى، صار مصطفى القصير. في مجال تأييد الحضانه دائما تصير نتيجه اكو مشكله بين الاب والام، هل تعتقد ان هذا الامر تعسف من قبل الاب بان يمنع الام من السفر مع المحظون؟
يعني نص في قرار الحكم. لا لا استاذ لا بالعكس، بل هذا يبين مدى حبه لاولاده وبناته، يعني حتى ما ينحرم منهم تمسكا بيهم، تمسكا بيهم ام بغضا بالام بصراحه. لا مو بغضا بالام، ليش بغضا بالام؟ هم انفصلوا وصار طلاق عادي يعني، مرات قبل الطلاق طيب قبل الطلاق نعم. اوكي بس هو من حبه لولده، من حبه لولده والتعسف في استخدام الحق، خلي في بالك ما لا حبا ولا حبا، ولا يعني حبا يعني ما نحب ولدنا احنا وبناتنا، شو العلاقه تحرمه من السفر ويوم طيب ويوم. يعني يعني سطيبه يعني سؤال يعني سطيبه انت مع اصدار جواز السفر طبعا اكو اباء ومع السفر محظوظ حتى نقدر ناخذ موافقتهم يا عزيزي، تبقى الام تنتظر زين زين طيب طيب بس خلينا نفهم مساله طيب، ما صار مصطفى يقول احتمال الام تهرب بالمحظوظ وتهاجر خارج العراق، خلي يطوني شيء واحد، خلي يطوني شيء واحد لا تريد تسافر، اذا بالقانون خلي يسوي له تشريع كفاله على امها وعلى ابوها وعلى اخوانها، اذا ما رجعت نحبسون كلهم، يحبسون يعني. بس مو تحرمون كلهم ينحبسون، الاب والام واخوانها كلهم ينحبسون اذا ما رجعوا ابنائهم. استاذ مصطفى قصير بنصف دقيقه، عندنا دقيقه نعم. واحده راح نقسمها بكل عداله ما بين الطرفين نعم. بنصف دقيقه استاذ مصطفى القصير، اريد من عندك كلمه الى الاباء والامهات اولا الى الامهات، احنا كنا كل الاحترام والتقدير ما عندنا عداء شخصي، كان بقدر ما عندنا هدفنا سامر نحافظ على بناتنا واولادنا من المجتمع ومن الغريب اللي يربيهم، هاي قضيه. ثانيه رسالتي للاباء اقول لهم تغيير قادم وان شاء الله التغيير المنصف، لان جريمه يبقى هذا التشريع، وهذا تشريع من زمن حاكم طاغي وحكومه كانت طاغيه ومستبده، ان شاء الله تغيير قادم بما يضمن لكم الحق الإلهي والشرعي والحق اللي انطاكم يا رب العالمين بتربية أولادكم وبناتكم. أوعدكم خير قادم والتغيير قادم. شكرا أستاذ مصطفى. أستاذ طيبة التميمي ريل بنصف دقيقة، النصف الآخر من الدقيقة كلمة إلى الآباء والأمهات. أكيد ألف تحية وألف تقدير لجميع الآباء والأمهات المحترمين، وأحب أطمن النساء والأمهات أنه الإبقاء موجود، لا تقلقوا يعني ما خايفات، وراح اقول انه يكفي، لا ممكن الله سبحانه وتعالى يعني راح يبخس حق الامهات، وجنة تحت اقدام الامهات ما ممكن على مود سنه او سنتين، ما ممكن يعني ما خايفات من هذا الحراك، ما خايفات بصراحه اطلاقا اطلاقا، يعني ما عندهم اسباب مقنعه وموجبه للتعديل. يعني ما يسعنا في الختام الا ان نتقدم الشكر الجزيل لمشاهدينا الكرام ولضيفي الكريمين استاذ شكرا لك استاذ مصطفى القصير المحامي المتالق والمحاميه والناشطه المتالقه الاستاذه طيبه التميمي، والشكر موصول الى زملائي وراء الكادر اللي ما يبينون بالصوره. شكرا لوطن، وكل عام وجميع الاباء والامهات بالف الف الف خير، ويا ريت نقول هلا هلا بالاطفال، الاطفال ما لهم ذنب ولا ضحيه، ذولا ضحيه الصراع. بعض المشاكل تصير بين الاباء والامهات، ذولا ما لهم ذنب، ذولا هم المستقبل، ذولا هم عماد المجتمع، هم باكر راح يصيرون اباء وامهات. وللاسف الشديد نشوف اي مشكله راح تنعكس على حياه الطفل، وجائز راح يكررها مستقبلا بعائلته اللي راح تصير عنده عقده نفسيه. يا ريت رسالتي للاباء بانه راعوا مصلحه المحظون، رسالتي للامهات راعوا مصلحه المحظون، لأن المحظون ما له ذنب بأي صراع، ويا ريت للمشرع كلمة إلى مشرع بأقل من ربع دقيقة بأنه يتوجهون إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي بشكل يليق مع متغيرات الزمن. القانون قانون راقي ومحترم، كل قرارات القضاء محترمة، لكن للأسف الشديد يعني القانون صار قاصر بالوقت الحالي نتيجة لتقدم الزمن، نتيجة لكثرة المشاكل، زيادة أعداد الشعب العراقي حفظهم الله أجمعين. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل، ونلقاكم في حلقات مقبلة مع قابل للاستئناف أحمد الشمري، في أمان الله وحفظه.